والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن أهوال القيامة آخر يدفت تعالى وحله بأدنيدة حقيقة قول ابن آدم كيسكوا فخصين ييبين ورنكرنا أما ومهم سنة يسكوا فخصين يي وينو دمان أيه آذاني أن رميسنين مسألة دا سمجره تذكر دمي وقريون دونا قريد الدبادة النبي عليه الصلاة والسلام وحينو شاقي سؤاله حد اللي نوسي قدمي إن لين ويدين دونه سؤال قف ولبا وهد حيسته جوابتي أنا وهد قريه مركز حباشة قشه إن ملك الموت كود ويدين دونه ملك الموت كما هلا وملك الله يسوس صدري إنك ويدين دونه من ربك هل سويدين دونا دوني دا انت تشوكت يا ربي كوها وكوما النبي قاقو دين تا دونواتي وسدح سؤالو دا هدى مرافق يا قلبا قران كران يا مسلم با لكن ملايك تاسي واه ملايك موقال كودو نحدين بدن يهي بني آدم كون أمركم النحوه وح ما حسوسته بني آدم كهضبقه والنحوه انت بضن ثاني وح ما حسوسته وهو النبي الشيخي عليه الصلاة والسلام سؤال صدح دا مرك اللي سويديه قف كي الدنيا دا مركو تشوغي جوابتا في عنك بحية آخرا ينو جوابتا في عن بحين دونه وإلهي باو بلن قادين هلاشين دونه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بصوغي دونا وفق مؤمن كينا ربي الله الله إي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايا الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سسحب وكشواب دونا أما ضدك منافقين تها ما قال ذها ها بيردنا ويجرم ويدورة دبتنا والله تومي دونا والله قراعي دونا حباشة وركي دميرة لكن واحد شعلي وحقدم بيينا ما انت كورمه قيامها ايو نبتة شرتة قيامها مالت قيامة إيو بربر كدوني دم كودا عيا إيو سيدا إلى هيدا كوصاب بحين دونه إيو حشرقة إيو ميزانك إيو حسابتا إيو صراطك إيو جنة إيو نارتا مواقف تربضا ويا قيامها يجب تشرت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا إن بدن 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 بك قورما قف كستو مسلم وفهمي كرا قرآن كوحو شيغيانا وحو هليا وركي إلهي سبحانه وتعالى يوم آلتاك ورمي وحقيقك الشيغي كو إلهي وين باوحو كسي فيني مالي وين تيب آلتاري ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومالي وين با إلهي كتل مامي يعني دتكو يا قيسنين ما ملينين انهم مبعوثون الى صبح دونه ليوم عظيم مال وين الى صبح دونه مال انت وحكلو الهي كسفيه سبحانه وتعالى مال علص ثقيل انيتي ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الهي حليكون قال ادم وحي تشعليهن تندق دكت بضن لأدونك وحاني كتغيان بأي لهي لي يوما ثقيلة مالين علص وحكلو إلهي مالين تاوكو تلمامي مالين أدق إنيتاي عصير ف
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومال أدق با إلى هيني وقال هذا مر نبا أن فضوضي إذن مال أنت رب السماوات والأرض وصفين يوحلي ومال وين ومال علص ومال أدق أي إلهي كتل مامي سبحانه وتعالى وحي إلهي سفين يا مال أنت بقها إيا عبسدة بن آدم كهيسته إن وريري دونه وحبضن بمررك قاركو دانو كالاق غران دونين وحربي كتل مامي تأور كلين إلموك صور دعي دونه وحربي كتل مامي تنوچيني سين إلماه إلمامي دونتو إلا بي دونتو إلهي حلي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم وارددوا والرب جين كرده ورصده بإلهي لي وايو إن الزلزلة الساعة شيء عظيم قيامة قلقل كسوا وحوين بإلهي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد وما لنا ذرك سبا إلى هيلي تي نوچينيس وحي نوچينيس ايه المامي دونتو تي اورك لهيد اوركو اي توري دونتو ضدكو اد موديني سخراسيين با إلى هيلي إلهي با وحلي وطر الناس سكارا وحاضرك سادتكو او سكارا سخرانسا وما هم بالسكارى إلهي بولي مناها وحي عبين دتكو سخرامي تدوح عبي وصاكو سخرانسا ماها هدنا ولا سخرانسي ومحا سخرامي شدة الهول ربت وين ديدا ولكن عذاب الله شديد بإلهي إلهي عذاب كيسة أيا أذك ساد راد بقى عبسي بن آدم كو عبسان أيو يبقى همال انتاجوغا وكا ودتكو سخراميا وكو نبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام أنبيضه ودتكو هرموت كو دهيني كو كوب مدونا نفسي 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 تايدا تايدا بس إني كو كوب مدونا إلى أي مركة ودن بيسن نبي محمد عليه الصلاة والسلام لسوق قاله أنا لها ويدا هذا ومالين أي نبي كو تلمامي بقد رادت كو ظلمي قد دوني دا كو سمي إنه هذا أنا اللي بقصنين إيشو إسكو ما قبصنطو نحدين دراد دي شوك لهياهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هم لين با إلهي لي إن الرب موغن يهي وحاي ظالمين تصمين أيان إلهي وحلي ما موغني وحان ديب غردي غي مالين اندوها ايان قاقانو انا اللي بقصنن با الهي لي ايان ابا البركو دا ديبو قولي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافدتهم هواء والحال ايهم با الهي لي كوو مهطعين مسرعين كوو الدقدق ايا مركا الله ييرو ماذا حكرو تاق ايا اشو دو انا ديبو صور نقرن نبا الرب لي عقلنا انو كبتشرين أفدتهم هواء با إلهي لي عقل قوة مرني قلبي قوة حلوه قرنشري ومرني يا رب كنت المامية ما لنت نبت شرتي إلهي وحلي قوة الظالمين تا بنادم كمركو النحو وحنا قرنين ودنو حوق الشقيو قريرو بق 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 دكتي سادم راك مغش ما لنت أهل كان لابتك دك دقلين ما يي دك دكتي سحنجرة ده هنغوريا هكذا بقى لقى مقلي دون أبو النبي قلت أيو قرآن قلت المامية وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناج وقدق ما لنت الدوبة إلى هيله سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناج مركا قلبي يدو وضموه هلك نكدو قدو قليه كاظمين إيقو هدنا ساكتين لا يتكلمون قفنان وهدلين آمصن إلهي وحكو سفين يا مالن تن مالن إندها يا قلبه من آن الصغمين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ربي وحلي مالن تن قلبي يدوا واجف وخايفين
waa kuwa cabsanaya, waa kuwa hanfariirsan oo baqaya, waa kuwa argagaxsan, indhahooduna waa khaashic, waa kuwa dullaysan, ayaa ilaahay ku tilmaamaya. Indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey, mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libaqsanaynin, mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaan, mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin, taraf ku soo noqonayn, mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin. Waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin caruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi, fa kayfa tattaquun, war saydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa, in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba, fa kayfa tattaquuna yowman, yacnii maalin saydin uga cabsanaysaan, haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan, waa maalin ka yeesha caruurta shiiban ee ashyab kuwa ciroobay. Assamaa'u munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula, waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ebcath bacha ahli naar, kuwa naarta galaya aadanow soo saar, dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa kunkii qofba 999 soo bixi. markaasaa la yidhaahdaa bay caruurtii ciroobaysaa baa xadiidku tilmaamaya. Waqtigaasi ayaa ah waqtiga caruuri ay ciroobayso. Waa maalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabbanimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaal toona. Waa maalin aanu jiri doonin. Ilaahay wuxuu leeyahay faidaa nufikha fi suur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun, haddii suurka la afuufo, marka suurka la afuufo baa ilaahay leeyahay falaa ansaaba baynahum, nasab ka dhexeeya ma jiro, wiil iyo walaaltoona ma jiraan, iyo waxaad weheshataa toona. Walaa yatasaa'aluun baa ilaahay yidhi, waxba laisweydiin maayo. Bal eh, qofku naftiisa mooyaane cid kale danayn maayo. Waa maalin uu qofku ka carari doono dadka intii xigaalkiiyo xigta ahayd ee ugu dhoweyd, walaal, hooyo, aabbo, saaxiib kula dhalay. Faidaa jaa'at as-saakha yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih. Qiyaamuhu hadduu dhacba ilaahay leeyahay waa maalin uu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabihii iyo tuuqabay iyo caruurtiisa uu ka carari doono. Waa maalin aanu cidnaba sokeeyo waraga uu carari doono, waayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih, qof walba maantaatiisa mashquulisay buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. Balada isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare, isagaaba mashquula. Aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacda allahi xaq. Aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay wattaquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shay'a walaa yuqbalu minha shafaacatu walaa yuakhadu minha cadl walahum yunsaruun. ilaahay wuxuu leeyahay wardadoow, war maalin ka dhowrsada, ka cabsada maalin aan ku wax dhalay, wuxuu dhalay waxba u qaban karin, kula dhalayna ciddii dhashay aanay waxba tari karin. War hooya ilaahay yabowhiisu waa dhabba ilaahay leeyahay inuu maalintani imanayso, waa dhabe u diyaar garow, war ka dhowrsada maalin aan nafina naf. Wuxuu ahayn baa rabbi tilmaamaya subxaanahu watacaala, ayuha laaxiba, maalintan dhibta taagan waxaa ilaahay ku sifaynayaa gaaladu haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta, way isku furan lahaayeen dhibta haysata. Maanta adduunka xoolo waa la jecel yahay,
لكن ما أنت عذاب كعر، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض إلا افتدت به بإلهي نفت كستاء الظلم السميسي هذا إلادة هيدلك وحيا لبا لافتدت به واسكفر الله هيد بإلهي بلا إلهي وحليه قالك وهدلك يلبا لابكي بليه إسنوا اسكد إلهي واسكفرته والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه للك إياه إنك لولك هدين لصيه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بلا إلهي وحكت المامية للك مقيه دهبه دهب ما هدلك وقوله يسقه دهبه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها استبى إلهي لي للك مقيه ذهبه أو إذا هذا انتهى اللي قاضوا أنا ما انتهى اللي قدايو عيدك الدين ما استبى إلهي لي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين واركوا سي عذاب كل البيلي عذاب وحل حوية وحقوبة عيدو هيلسي عيدو قرقارتنا يالا مايا سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري كي الله يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أريت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قيامة قال لك يا نبا إلهي لي سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة قال لك يا نبا مركز ساوح الغير هذا ورهداد دولك مقية ذهبا هيسان لهي ما أنت ما يسكفر الله فيقول نعم هابو إلى هذا واسكفر الله فيقال له وحلوق جوابه قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك هران كووي دي وحنتا كفضدك دريدك شوكتي دول مقيو الدهب يسي كمان رمبا إلى هيلة يمرك دريدك شوكتي بس إعابد بان كويري كاسو كفضدنا دول مقيو الدهب كنتو تي فضديد بان لغاوي وحبا عيد ما أنت كاعدة يسير ما يسال لي وحكا فضد بعض بحين ويدي حالك قال إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية دتك انتو اتش على حتى اهدي الله هلا عذاب وادي هلا قسيد دايرو أقبلي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وحجعلي الدنبيله با إلهي سبحانه وتعالى ما لنت عذاب كذا ينس كفر طوج على الله حاس كيسي إيا ولالك إيا تلك إيا قبيلك إيا وحو شيغن يوردن إيا نلك أوردن هدو سكفر انكرا يوا سكفر الله سيساقو بدباده لكن تاسمه شرتبه إله إليه سبحانه وتعالى قضب كالشنادة إنه تلمام إنه إيه شيغة يا مالن تنبتدو إنت إليك تهي وحكم إذا مالن تدرر كيدا حتى أداد عذابك كبت باده مالن تنشدد إذا هدان إليك وبتبادين مالن فضل مضاها وإيه دي أفكا إنه كلينا هوا مالن كنت نكون أصلا نضط بيودك أنتا أفهم أنه قال أنه هو مالن قيامة لكن مالن تاسي حسابته أي شوكته إلهي قرآن كوحلي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة آية سالوة المامية آية كلنا إلهي وحكوة المامية محي 50,000 سنة وفصلين تبربا وحيد هذا مالن تاني هو كنت نكون وصلنا ضد هدنا كنت كاكون السندود مال مهيدو مال انتي بوا كون سندود فصير انت بربا صايد هذا ايا كانت مال انت نوام مال كدر مال مها عادقة مال انكم انكم سندودة ويا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ايبا الهي لي ايقو حيوار كيانين اي دودهي ايقو حيوار كيان محي اني فقتهي أنقنا وحنوارك نبا إلى هيلي مال تنين الدودي قيامه ومال الدوبة إلى هيلي لكن بن آدم كنت مرك آخر الله شكاية وحسرها وقت هذا ستأيي ده قيامه بريها المشرو وردك قيامها كوحد عيا مال تنفتك أبحده
ضدك كل قيامه ذا وحبك يا مقرن هذا السؤال شيء عذابته يا جنة يا وعولبا وحيكون بلاب ميان ما لنت نفتك أبحظه هذا السوق ما يصير ضدك كل أنت اللي سوى هلاقيه هذا ضبا ما لنت ندرر كده وعد عد وسرد وديو ضد كل ديدي ديان وقف ولبا دم بيجي سين لق ديدي ديو وقف بدي ضد كمال وشوقه او ازدحام جيرو او عريدي جيرو او كليل جيرو يعني مالتا تاني ومال غير عادية عدعد ويدو دي مركات دات كورد مي ويدي دي ديان لكن واحد دي دي ساعة على قدر ذنبك ذنبك اقو انتو لاقا كلبا ماشي وعريدي او دات كورد مبا ودات طبا الهي عذاب كيسينا والله كان او ينا دي وجهنم كلو لقو سودا ويي وعلى يدك أقول أي أنا 70,000 ملك يجو تشيد أيام بكينه جهنم من واتشوكته بقى واتشره دبيتنا دوني دي بقف كان هدي والصورة كقاطة وحير بلا نقنصة دوني الصورة دي إلهي وحلي ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة منها ما أنت لا صاح حاضريه واحد مودابه إلهي لي دوني دي إناني تشوكين ساعة من نهار مويان وحكالي ساعة مالنا دي الوداور دوني دي انتات شوكتي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها واحد مدابا إلهي ليا دون كده ما يكو صورنا ولاي إن يرو برقا قال رابا قال دبا وحي يرو كم دينو يهي ربي وحلي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم كوجود تقديرك في عنله أيوه حرر يا ورملات دوني دينو كان من مالهم وعدم ميت وحي يوردم وحي لنا قني ينكي وغفي عنابا وحلي يمحي ملا مالهم وعدم ميت يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مجرمين تنيل هي وحلي وحبي كل دارنا يان صعد وحان هينين أن نشوفين هل ساعة من دوني تشوفين بيلي لبتن ما لنتن تطك هاي ستوحي إلا وسينيسا سندي هي واجي وصان ولا يدري دوردن دبتنا وحي ولا موقن ساينو ساعد ما ولا ساعد وحانا هين ما نن ولاين بيلين توك إلى هيك تلمامي يسوع شبل اللي ويدين دون كم لبستم في الأرض عدد السنين وردوني دي مس سندود بتشوكتي كنتن لحدا تضم حد شوكتي قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادي مالنا ما مالن بركيت بانو تشوغنه كوي وحترنا يبل هلا ويدي يبي لي الهي باو حت المام يا لي ده نلش الدم بمك الله يا جو حنفله ما يهينه الا بسم الله قليلا ان يرون با تشوكتين لو انكم كنتم تعلمون هذا وحقرانستان ان يرون با تشوكتين با الهي لي سبحانه وتعالى قيامها دبتي سوا حقوق فيلم أدون كنا إنه تشوغنا أردامي إنه إسبدالي دونا أدون كنا إنه تشوغنا أردامي هداي عرتاي هداي ضيحتاي هداي عدعيتاي قرحتاي هدو دوليه هدو بوريه هدو بديه هدو بريه هدو بنان يوحبو إسبدالي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامي إركنا إن لضوضوب دونا دولكنا لقبان دونا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون مي وينين إلهي ويند حق أولي با إلهي لي دولكو دمانتي إلهي باقبان أيه ما لنت قيامة إركنا ولا ضوضوب أيه سيدا وراق ذا لود ضدوبا لود ضدوبي جبي سبا مركو هرو دل دلاعي أو شلعي وحن كتشرو دنبا صوت دادن حدقا هيدا يحيدا يدا وحن دنبا لطوري كدبنا سيدا حاشدا لود ضدوبي سار ربي تلمامي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين سيد الله 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 ووراق ضبان الله الله بدون نبا إله إليه سبحانه وتعالى وكنبي قلت المام يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك
أين الملوك؟ إلهي بار دولك قبان دونا عركنا وضوضوبيا دب تنوح ورن دونا إلهي أنا الملك أنا بغرة. ما هي دتك الدنيا بغرة الشيء جنشري رواية الصحيح مسلم كنا طاهر الصحيح إنك قوضة الله صحيح مسلم تانا وحورن دونا أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله يأخذهن بيده الأخرى أو يأخذهن بيده الأخرى رواية كلاسية المامسة ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إلهي بهو حورن دونا ورما يكوي بغرد الشيغاني ما يدوني ددتك سوى وينيني ما يطغاد يكوي كبري عيد الجواب سامة شرته إلهي سبحانه وتعالى سيقول جوابي لذلك أننا نتشوقنا إلهي وحليه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وحل إلى مركة وحل الطبة إلهي وحت المام يا لذلك dag xanta iyo dhul adag iyo didib iyo waxa le maalinta in la budlin doono u baal baabin doono isaga iyo buurihiisa iyo waxan oo dhan yawma tarjufu al ard wal jibal wa kanat al jibal kathiban mahila wa maalin dhulku gilgilmi doono zilzala ka dhici doona ida zulzilat al ard zilzalaha dhulku markuu gariiro gariirkeedii ba ilaahay leeyahay imka hal wadan marka gariir yari ka dhaco oo waxaan lagu qiyaasaa raqtarka la yiraahdo sabab buu gaaray ba la yiraahdaa magaaladii boo idunto dhul gariir todoba ah imisu socdaa baad u maleeyneysa matter of seconds ilbirqsiyo socda dhul gariir yar baa dhaco ilbirqsiyo socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa maalintan qiyaama ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiiban mahiila alkathiib almahiil waxaa la yidhahdaa ciidda markaad in qaado inta kale soo dareerta soo yaacdo buurtii dhammayd ee adkayd marka la daqiijiyo waxay noqon doontaa sida meelahanta muuxde markaad ciidda qaaday ciidda kale kusoo daba cararto saasoo kale ay noqon doontaa hadhowba haddana la afuufi doonaa hadhowbay haddana tamuru mara saxaab halka daruurtu marto iyadoo boodha ayay mari doona buuruhu asliyan waxay ahaayeen awtaad ama rawaasida dhulka waxa xijinaya u diidayeen u gilgilmo ayay buuruyin waqtin hoos ugu jira scientifically islaamiga la sheego dhulkii buurihii rawaasida ahaa ee qotinka u ahaa marka iyagu baaba'aan maxaa soo hadhaya waxaa soo hadhaya dhulkii inuu gilgilmo markaa ila qotinadii baa ka go'ay inuu gilgilmo gilgilankaasi wuxuu noqonayaa wixii gudihiisa ku jiray oo dhan inuu dabada u soo saaro idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu athqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha ilaahay markaa wuxuu leeyahay dhulkan waa la baabi'inaya wa takuunu aljibaalu kalcihn buurhu waxay noqonayaan baa ilaahay leeyay kalcihn suufka xoolaha dhogortooda marka la guro ee dabeetana la tumo ee la farsameeyo ee laga sameeyo suufkan maryaha laga tolo wuul suufkan marada laga tolo waa wax yaroo khafiifa oo hadaa tiraahda hawada raacaya ilaahay wuxuu leeyahay watakuunu aljibaalu kalcihn buurihii waxay noqonayaan sida suufkaasi oo kale aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay watakuunu aljibaalu kalcihni almanfuush cihnigii la afuufay ama la nafshiyey oo kalu soo baxaya buurihiina waxaa la yidhi waida aljibaalu suyirat marka buuraa la socodsiiyo wa suyirat aljibaalu fakaanat saraaba waida aljibaalu nusifat wa yowma nusayiru aljibaala wa tara alarda baariza maalintaanu buuraha socodsiinna baa ilaahay leeyahay waad aragtaan dhulkoo siman baa ilaahay leeyay dhulkoo baariza wax wax qariya kuma yaalliin bannaan buu noqonayaa ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وحيك ويدين ينبى إله إلي بوره وحتى هذا ربي بابا بإن يبوره ولا سيدين إياه ولا ترتر إياه
dabeetana waxaa lagay tegayaa bannaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn. Badahaynu arkayno dhammaantood way iskadinayaan. Laba shay buu qur-aanku tilmaamaya, waida albixaaru fujirat, badaha marka la qarxiyo, iyo waida albixaaru sujirat, badaha marka la huriyo. Kow, culammadii hore waxay ku fasiriyeen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaha macaan iyo biyaha kale oo badoo dhan isku darsami doonto, dabeetana biyuhay guban doonaan. De maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiyaa waxaa ka soo baxa maxay? Hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo. Dee biyaha atamada ka samaysay in haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa. إلهي وحلي مركزي سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت برا مرك بضها مرك لقرحيه أما بضها مرك لهلعيه هديا سنوكلير لا قرحيه ده بدو الضب يسوب دليسه. إلهي سبحانه وتعالى وحط المام يا بضع سلينا نسيد هدي أهانيني وحي إلهي تلمام يا عرك قرح ضب بدن لم يدب كل نساتني إن أنا ما انتاسا أهانيني. يوم تمور السماء مورا مالنتي سمدو صعطو إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت مالنتي عدعدو سمدو أي دلدل أعضب إلهي تلمامي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ودلدل عسابة إلهي ليهي سمدو دبيتنا وحي نقول إنسا واهية أي ضعيفة مدلي إذا أوش العسام بي نقول إنسا دلدلع قرآن ما هي حتى ميدب كيس بدلية صمدًا إنه مركا إنه يقنى بلوغة ميدب كاسلة حدو إلهي وحقوط المامي إنه عصوص نقن دونتو ومركا سلفر كاللشيلو لدلالي سيدي دوك لإنه نقن دونتو ميدب بيس بدلين نقن دونتو. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان با إلهي كوط المامي سبحانه وتعالى. هاي علماء دبر كفاسيران إني فرس الورد يوكل النقن دونته فرس الورد واحد هذا و فلاور وقتنا أصفر نقضة وقتنا عصان نقضة وقتنا يعني مدى بدي سايس بدلا عن عدة كلالك قبوك ومركو كنعو ساسو كالي سمدو نقن دونته ووردة كالدهان بين نقنته ألوان أي صابح دونته حالة الماما يا دفتر دي عدونتا عد عدى عركسان اللي دوضوبي دونه جيبي جيد بقى افكي دوني تاقي دونه داي حين لدامين دونه حدقة حين لدادين دونه لبختين دونه. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وحي لهي تلماما يا حولها كوي لوغو تشعلاين لغا دقاقي دونه. إذا العشار قالي طبانك بلوضها صدحت ومبقل وكنا لا مركو سورنا وادي ويا ومرك قال شرو شعلينا لإلالي نفكا إن حولنا عيد الدنين إن كدقاق دوران وحي لهي تلمام يا صدحنا سورة ضد نبقو شاق. إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إيا إذا الشمس كورت نكي الربين قيامها أقادة صدح ده آخر يا أبو نبقو لي عليه الصلاة والسلام صدح ده تنوحي كاسينيا كونكن يسدو بربورة الصورة كاملة صورنا مقال عجب قبة أي إلهي سبحانه وتعالى كنت المامية. فإذا برق البصر وخصف القمر إلهي وحت المامية. إذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت وعركا إيه وحت شراء ورمي ودميا ملائكتكو مغنين وسودا دقيسة نلوش ورمينا ويسبدليسة دادكونا صدح قيبوت بو نقن دونا قالوا او اه كفردي نبطا هيد يا منافقين تنادى اخرى وقالوا وركضوا وعدانا يا الهي يا دادكي موحدين تا لكن عسيان كالليمي يا دادكي اتقيضا هاي صالحين تواوينها. الهي سبحانه وتعالى كو قالت حالكو دو حكوت المامية. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
وهاد حستا مالين با إلهي لي يكا صوبح الدونان حبالها يقول دق دق يا مرك الله ييرو يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مرك الداعي قاسي ييرو يوم ينادي المنادي من مكان مركو كنا واغي الله ييرو وحيو صوبح الدونان يقول دق دق يا كأنهم إلى نصب يوفضون با إلهي لي يدو أدمودو أنصاب تودي وحي عبدو چرين سيدي ومقيقنان چرين سيدي يوميل سنم اللوغة ياري أيهو عرار الدونان با إلهي لي يدو اندهو دو خشوع سنيهين خاشعتن أبصارهم ترقهم ذلة دمان تود مقدد دبولي ودوك آيات كالي إلهي كت المامي كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة سيدي وإيقيهين هبين كقبل كم داد مودانت اللي قويين وشيك لغا ساريبا إلهي لي سبحانه وتعالى وحال لكت المام يا دتك كان فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سيدي كرن كرن لسوداي كرن كرن ده ما تغني أي حو مركا وبيت بردولك كواسا مركي باب غلالك ونام بيضو آسا هدو مركا يدلا عضو وحن ما سيدا وصويا عنقود قلون باد وعيدك بدنك صباحيا يقعد مودك كرن كرن صباحيا با إلهي لي كأنما أي حل سود هذه أيهين مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر إلهي وحلي يقول أدك دقي حق الله غيري وقال كولي ما توا مالين هذاك وحي إلهي سبحانه وتعالى ينوت المامية إني على عالي دونان مالين تطان قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إنكو على عالي دوران وريا ميشا نكو جرين نغا سو ساري هل كانوا جيفني يا نغا كاني إنكو على عالي دوران با إلهي سبحانه وتعالى تلمامي وحا إلهي كو صفين يا صفات كي ليه ينوردن وينو وحبادن كسو تلمامي إذن أيها الحبة ضدك واللودك وانا لو قدقي مالين تطن ومالين ان حميمي الشفيعي وحق واني تشيرين مركو غفو قالوا باما إلهي سبحانه وتعالى كفو قادوا ومالين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وما لين با إلهي وكت المامية أي سكحر حرين ووليبا أي قشيين در نحاس كالسميسا نحاس توا واحد مركو يكون قبتو يدو كل الله دي الغوش بوات كل التغيسا سروال كيسا كالسميسا با إلهي لي وچي يدو دانا نار باد دبوليسا إذن رب السماوات والأرض ووحوال با أوودة أيادتك كان عذابا يعقابيا وما أنت عاد عيد السور داود هاي يقف لبرد دي ديو انتو الدنبابي ان لاغو دي ديو سيدو نبغو عليه الصلاة والسلام كنت الماما يو ولذلك با إلهي لي وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون تتكو قدك با إلهي لي ما لنت برو قدها ما لنت على عالكدتك وقدك ما لنت يكون رواقي دونا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما لنت يكون الظالمين تقعن تقنيني دونا با إلهي لي يقوكو هلان هلايا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا بل من جدك نبي محمد راع جدك أنبياء ما انقاضوا بل ما أنا نهبل صاحب كردقاني مد امتحانه اللي ميبك على عليا وايدا في إلهي ذكر جيسي انتو إيمي شيطان كنا مد وحوش يبو هذا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون بإلهي ما أنت قيامه دعوه كوي مجرمين تهيقوا قوستان بإلهي لي
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ما لنت با إلهي ليكوة قالوا بي ربي قد عاسيي وحي تشعلي سنيان اندولك للاسبه مرك حولاه انت اللو قرق هذا اللي هذا كونوا ترابا أي يقولون وحي تشعلي سنيان اللي حولا إذن كردقة يا سيدا حولها اللو قلي إذن قلو دولك إذن كم من نغضة أيها الأحبة وحان كور ما قرى وحكم مدى آيات كقرآن وحكة المامين كون كان يسدو نقون أيه هي هولك يلي بتتابي وحان كور ما قرى بعض الصفات قرآن كوكو سفين مالين تطن وحان كور ما كلية إن يرأو كم مدى الصفات كيكو قالد لي لكن كما ينور من نارتي كما ينور من حسابتي كما ينور من ميزانك كما ينور من دتك حوضك اللي قاعليني كما ينور من مواقفتي ترضى بدني دا آخر إدم بيسي إن ليس هذا كورنا القرآن كورنا إن كنت الأخر يا بين غنسة كما قارسين إنه لكن أسألك وحي هاي ورمالين وين بادن بيسو داتكو وموغي هي قرآن كهدات سيدا واخردانا لعل بيج اي كم غنتين انو تشيرين لما بيجو كستو اسك سهر جيدا وح قياما كثاب ساني وكو تشيران إلهي نسودو انو قو ورمي عيد انو قو ورن توكا لما تشيرتو إلهي وحي انو قو ورمي يا انتا ان لينو قد ديغا مالين تطن اننا مالين تا ان دلي ادقالي ايبينو كتاقني وحي ربنا ان انان مقل او ارق waxaan rumaynaynaa in adduunkan uu ku wareegno iyo inta taala maxaa xoolo la shaqeeyay maxaa tacliin la bartay maxaa dumar la guursay maxaa caruur la dhalay maxaa ka intan yare adduunka inay ku wareegno waan allah uba inta geeriyooto inaad maalinta tagi doonto wallahu ba nin dadka cibaadaysta kamid ah waxa arkay nin dhalinyaro oo qoslaya markaas uu wariyaahay ميارد مقلب يلي إن القرآن كوتشرته وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ميارد قرآن كوارد بيلي إن لهي لا يمد إذن كم مدي متشرو إلا إيه النار تحق يدا ولا أروريني يدا تشتك سراد بكدول يالا نار تواي صار كيسان ميار لغوشة بيلي إن قلي سو نار تاس ميشي دا سوار كيسوا لغوشة انت كبد بادي سين الطهيم يا لغوشي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ظالمين فيها جثية انت بد بادي سين كشر تادق يا كوشي قبل بحل غسل ليس ما ان نوجين انت بد بادي سين الكشر لا اله سوى كبر ينا سبحانه وتعالى لكن وحا هبون قفك مؤمن كاهي ادون كان نبي جو حكوت المامين لوغو نولادو كعابر السبيل سيدي قف جد جوينيه waxaa in badan layna faray inaynu u diyaar garano maalinta qiyaame ficlan dadka badh dhibtaa badan arki maayaan dadka badh nebigu wuxuu tilmaamayay markaa cadcidda la soo dhaweeyey dadku dhididayee naftu haysato inay carsha raxmaan harsanayaan xaadiis ba soo aroortay tilmaamaysa dad maxay iyagu carshu raxmaan hoos harsanaya marka dadkan kale sidaan u dhiban yihi imaamkii caadilka ahaa qofkii dhallinyarada ahaa ee daacada ilaahay ku barbaaray ee aan ka wacweecanin qofkii sadaqaadka la baxayey ee gacantiisu furayd ee midigtiisu waxay bixisaan bidixdiisa ogaanaynin qofkii masaajidda ku xidhnaa ee intuu tukado salaadba salaad ku sugayay qalbigiisu mucallaq masaajidka ku ahaa qofkii intuu cibaadaysto iyadoon cidina arkaynin keligii ilmaynaya ilaahay dartii la ooyayey qofkii xumaha zinada iska daayey ee ilaahay dartii uga tegey kuwaas buu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inayyiin labadii ilaahay dartiisu jeclaatay aan dan kale isu keenin waa kuwa carshu raxmaan harsanayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cagsigeedana waxaa la tilmaamayaa kuwo sidaa u cadaaban oo qaawan oo kabala oo wax waliba haysata caaisha mantiqii dunida ku fakarayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo dadku miyaanu is arkaynin rag iyo dumarba hadday qaawan yihiin nebigu wuxuu yidhi caaisha ee arrinku intaa ka weyn
dad seega iyo baabkaasi maanta ma jira buu nagu u tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. Balada taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Indhuhuba waa ku engegan yihiin, maxaad arkay naftaa qof walba haysataa. Idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal, waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan. Qofkii maalintaasi xasuusani waxaa hubantiya in cibaadadiisu badanayso, waxaa hubantiya in xumihiisu yaraanayo. Laakiin bini aadamku markuu isilowsiiyo, markuu isilowsiiyo ayuu wuxuu doona sameeyaa. Laakiin qofku intuu xasuusanya ilaahay inuu ishortaagi doono wax kasta uu sameeyeyna in la weydiin doono maalintaa dhibta badan lana inay ka horeyso, wuu diyaar garoobaya qofku. Zaad iyaduu sii qaadanaya. Khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay. Wa sala allahuma calaa muxamadin wacala aalihi wa saxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.